النوع الثاني عندنا من انواع المتسعات هو المتسعه الاسطوانيه، خلينا نسميها السيلندريكال كاباسيتورز، المتسعات الاسطوانيه او ما تعرف بالكوكسيال كيبل، الكيبل المحوري. كاستركتشر هذا النوع هو شنو هو؟ هو عباره عن تو كوكسيال سلندر معزولين او مفصولين بعازل. يعني خلينا افترض انه السيلندريكال الاولى هذه وتحتوي بداخلها نفس الكلام على نفس الترتيب لكن بأصغر، بنصف قطر أصغر. فإذا كان عندي هسه هنا نصف قطر الأسطوانة الداخلية small r، نصف قطر الأسطوانة الخارجية capital r، طبعا هذه الأسطوانة راح تكون هي شنو؟ مؤرثة مربوطة باعتبار الجراوند. راح أفترض أنه شنو هنا هسه الكور مالتنا هذه اللي نسميها بالإنر سلندر، الأسطوانة الداخلية هي دائما ما نسميها بس تعترب يعني نعرفها كتركيب عملي، هي الشيث نسميها. الأوتر سلندر هي راح تكون الجزء المرتبط بيه بالجراوند على مود انه يصير عندي حالة التأريض. هسه خلي افترض انه انا راح اخذ 1 متر طول من هذه النوع من الاسطوانات واجري الحسابات اللي عليها. فهسه فرضا لو كان مثلا المفروض من عندي انه انا اوجد مقدار قيمة الفيض الكهربائي في نقطة خلي أسميها هذه النقطة هي البي، تبعد مسافة اكس على يمين عن الكور مالتنا. فخلي افترض انه هنا هالشكل، هذه النقطة هي النقطة مالتي البي وتبعد مسافة عن الكور مقدارها اكس زين. وراح افترض بانه مقدار قيمة الشحنة الكلية لكل متر طول باعتبار جاي اخذ واحد، يعني هاي النقطة مهمة، انه افترض انه مقدار قيمة الطول اللينث مالتي اللينث هذا ال اللينث هو 1 متر، جاي يسوي هنا نورماليزيشن زين. بعد راح افترض انه مقدار قيمة الشحنة الكلية لكل متر طول تساوي الكيو، فراح افترض انه الشحنة مالتنا اقول انه التوتال تشارج لكل 1 متر طول راح اسميها هي كيو زين. هسه إذا أريد أوجد هسه مقدار قيمة كثافة الفيض الكهربائي بالنقطة مالتي بي، أطبق النظرية مالتها نظرية جاوس، فراح يصير عندي إنه مقدار قيمة الدي في 2 باي نصف القطر مالتنا هنا شنو قلنا؟ هذه إكس في الطول اللي فرضناه 1 يساوي، طبعا هذه محيط الأسطوانة في الارتفاع هذا، يساوي مقدار قيمة الشحنة كيو في مقدار قيمة الطول اللي هو 1. من هذه المعادلة راح احصل على العلاقة التالية، انه كثافة الفيض يساوي لنا كيو على 2 باي اكس، هذه كولوم لكل متر تربيع اي بار ار زين. العلاقة اللي تربط الاي بالدي هي تربطهم الابسلون، فراح يكون عندي كيو على 2 باي اقسم الاي هي الدي على الابسلون، فيصير عندنا ابسلون في اكس، هذه اي بار ار باعتبار هو متجه، ووحدة القياس مالته هي راح تكون اما نكتبها ان الى السي او اعوض عنها ب في الى الام او في الى فولت الى المتر زين. هسه العلاقه اللي عندي احتاج انه حتى احسب سعه المتسعه، لا انسى انه السي هي عباره عن الكيو على يمين على الفي، فبالتالي احتاج اولا انه استخرج مقدار قيمه الكيو واوجد الفي واوجد النسبه بيناتهم حتى احصل على قانون سعه المتسعه. حسب تعريفنا للجهد الكهربائي هو عبارة عن ناقص تكامل من القطر الخارجي باعتبار الجراوند اللي هنا إلى القطر الداخلي إلى مقدار قيمة الـ E dx، ويساوي هنا راح أعوض عنها ناقص هذه عدي الـ Q 2 باي هنا عدنا والأبسلون كونستانت تطلع لي برا، فصير عدي ناقص Q على 2 باي أبسلون تكامل من كابيتال R لسمول R. بقى شنو هنا نعدي بالمقام هو عبارة عن X يعني 1 على X DX، هذه تكاملها لين، فالنتيجة راح يكون عندنا هنا مقدار قيمة الجهد ال V يساوي لنا مقدار قيمة ناقص Q هنا ناقص Q على 2 باي أبسلون لين X، وعوض بحدود التكامل راح يصير عندي لين سمول R ناقص الكابيتال R، أعكس الحدود أتخلص من السالب، فراح يصير عندي هنا هو Q على 2 باي أبسلون لين، هذه هنا خلنا نكتبها بهذا الشكل بين قوسين كابيتال R إلى سمول R، صار عندي هذا هسه قانون الفولتية جهد الكهربائي زين. هسه
حصلت على مقدار قيمة الجهد الكهربائي. خلي كتبه بدلالة السعة، سعة المتسعة. فأقول القاعدة اللي عندنا هسه هنا أنه سعة المتسعة هي عبارة عن نسبة ما بين الكيو للفي. أقول بما أنه السي هي عبارة عن الكيو على الفي وتساوي، إذا أخذ كيو على الفي رح يصير عندي هنا يصير النسبة بالمقلوب، يصير عندي 2 باي أبسلون على لين كابتل آر على سمول آر، هذه تمثل هي سعة المتسعة للكوكسيال كابل. زين، حتى أخليه بصورة عامة لأن لا ننسى أنه هذا القانون ما اشتقيناه نسبة علما لطول مقداره 1 متر، حتى أخليه بصورة عامة راح أخليه هنا في L حتى تصير القاعدة ما تعامة. فصير سعة المتسعة لهذا النوع هو عبارة عن 2 باي أبسلون في مقدار قيمة ال L على لين كابتل R على سمول R فاراد.